ما في معنى مصاري، عندي ولدان عم يستحلوا شغلات مش عم فينا نجيب لهم اياهم، وفي عندي اهلي مسؤول عنهم، بي متقاعد ما عاش معه ما عاش ويعمل شيء. عرفنا حالنا اولادي بدهم شغلات عم نحرمهم الماكسيموم، الله لا يوفقهم. نعم قدرت تحصل على وديتك استاذ محمد؟ نعم قدرت تحصل على المصاري؟ اشتغلت على المصاري، نعم انا فت فرد بلاستيك ونظام المصرفي وصرميتي سوا، وانا متعد سلم نفسي للتباء، انا محامية للسيد اشرف الموسى والمحترم، انا متعد سلم نفسي للكباء ما في يفكوا اضرابهم، انا هلا ما فيني سلم نفسي وفي اضراب كمان، انا تحت الدولة وبامرهم واللي بدهم اياه، بس انا عاوزي مصرياتي، وانا بعرف اني عملت مش قانوني اللي عملته، بس انا وصلت انا زلمه معلم معي ماجستير ادارة اعمال بحكي 5 لغات، انا بدل ما يستثمروا فيي شركات عندي خبرة عندي حياتي، الله لا يوفقهم الله لا يوفقهم.